بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قشر الرمان له فوائد للبشرة لا تحصى، له فوائد جمالية كثيرة وقدرته الهائلة على منح البشرة الجمال، النضارة، الحيوية، الصفاء، وكأنك بعمر العشرين. بسبب مكونات هذه القشور وفعاليتها في القضاء على مشاكل البشرة، يعتبر قشر الرمان مضاد بكتيري، يحارب العدوى، وكذلك يعمل على قتل الخلايا البكتيرية. وقشور الرمان لها آثار تجميلية رائعة جدا، هو يحفز إنتاج الكولاجين ويجدد خلايا البشرة، وكذلك يعمل على التخلص من التصبغات الجلدية، وكذلك هو فعال في محاربة الفطريات الجلدية التي تصيب البشرة، وكذلك له وصفات لمحاربة الفطريات التي تصيب الأظافر والشعر. توجد العديد من ماسكات قشر الرمان تساهم بشكل كبير في تفتيح ونعومة البشرة، وكذلك هذا الماسك يعمل على تضييق المسام بطريقة فعالة جدا لمن عجز عليهم توفير وصفة مسحوق البطاطا أو بودرة البطاطا. هذه الوصفة رائعة جدا لتضييق المسام لمن يعانون من مشكلة المسام الواسعة، يستخدمون هذا الماسك مرتين في الأسبوع. الرمان أو قشر الرمان مليء بمضادات الأكسدة، هو يحتوي عليها أكثر من الشاي بثلاثة أضعاف، يحتوي على فيتامينات A و E و C تؤخر شيخوخة الجلد، يجعل بشرتك ناعمة مضيئة لونها فاتح، وكذلك هو يكافح العديد من مشاكل الجلد مثل حب الشباب البثور، ويعمل على تفتيح البشرة ويمحو بقع الشيخوخة وكذا النمش، بمعنى أن البشرة بهذا الماسك ستصبح شابة وبفضل الله تعالى. مكونات هذا الماسك سهلة جدا ومتوفرة في كل بيت. لدينا ملعقة طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي، اليوغورت، زبادي طبيعي أو بما يسمى بالروبة، ولدينا قشر رمان مطحون على شكل بودرة ناعمة ومنخول، يجب أن يكون بودرة ناعمة. نضع 2 ملاعق شاي صغيرة تكون ممسوحة بهذا الشكل على ملعقة الطعام من الزبادي الطبيعي بدون سكر، نخلط المكونات مع بعض بشكل هكذا بهذا الشكل حتى الحصول على ماسك يسهل تطبيقه على بشرة الوجه وحتى الرقبة. على بشرة نظيفة دائما نوزع هذا الماسك من الرقبة حتى بشرة الوجه، يترك لمدة 20 دقيقة فقط، وبعدها يشطف بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات. لمن بشرتها لا تتحسس من ماء الورد يمكنها بخ ماء الورد على البشرة لغلق المسامات كذلك، وبعدها يجب ترطيب البشرة بواسطة المرطب الخاص بك، لأن قشر الرمان نوعا ما يقوم بتجفيف البشرة، ولكن دائما يجب ترطيب البشرة بعد عمل أي ماسك سواء هذا الماسك أو غيره. هذا الماسك يستخدم لمرة واحدة فقط في الأسبوع، فقط لمن تعاني من المسامات، قلت مشكلة المسامات، تستخدمه مرتين في الأسبوع. صالح الاستخدام للحوامل، المرضعات، البنات كذلك يمكنهم استخدامه، وبكل أمان حتى الرجال يمكنهم استخدام هذا الماسك. الاحتفاظ بهذا الماسك في الثلاجة بعلبة محكمة الإغلاق لمدة أسبوع كامل. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.